أهلا بكم في صالون عبد الصحابي، كل باسمه وصفته والأسماء كلها ما شاء الله، يعني حاجة تفرحنا جميعا وتفرحنا خاصة صالون عبد. وعشان أنا شايف برضو في وجوه جديدة فهقول كلمة عافية. صالون عافية أو جمعية عافية نوبية دي جمعية بقالها 96 سنة، جمعية لقرية نوبية. كل قرى نوبة لها جمعيات بتبقى دار مناسبات ليهم وأنشطتهم بالقاهرة، 45 قرية ب 45 جمعية، منهم قرية عافية، وده صالون الثقافة بتاعها أو اللجنة الثقافية بتاعتها برئاسة الأستاذ مصطفى خليل، قاعد ورا السعيد دلوقتي، والأستاذ حمدي سليمان النائب بتاعهم، ماشيين على خطواتهم وعلى آثارهم يعني. بشكركم على الحضور، وبإذن الله دايما معانا، احنا الحد التاني من كل شهر بإذن الله. والنهارده يوم مميز لأن في تكريم قامتين، قامتنا شاعر جميل، شاعر كبير قدير، شاعرنا الأستاذ سعيد القنديل، بنقدم له كل الشكر وهنقول عنه، وقامة ثقافية شاعر الصورة أستاذنا وقائدنا من واحنا صغيرين، ربنا يديله عمره بالصحة، الأستاذ دهب الرامي. شكرا. هسيب برضه المايك مع الأستاذ محمد البغزنجي، أستاذنا اللي خطوتين لسه، احنا بنقول خطوتين في صالون عافية، لكن انا حاسس ان في نقلة كبيرة في صالون عافية، وهو كان يعني من زمان معانا ومتابعنا، وحاطين فيه امل كبير ان شاء الله باذن الله ان احنا ننول ثقة اغلب الادباء والشعراء والكتاب، ويبقى صالون عافية مكان الكل، هو صالون اسري ما فيهوش يعني، مع احترامي طبعا لقامات القعدة على المنصة وكل حاجة، لكن احنا كلنا أسرة واحدة، واحنا هنا بندير وكلنا بنحب وعاشقين هذا.